مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى النشرة الرئيسية من الاولى تتابعون فيها. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تواصل مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والتصويت عليها قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة لاستكمال المسطرة التشريعية. استعدادا لاحتضان مونديال 2030 المدن المغربية تتعبأ لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة والبنيات التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال العالمي. أي تأثير لهذه الدينامية على الاقتصاد الوطني والاستثمار العمومي والتنمية المستدامة؟ الجواب بعد قليل. في عالم المعلومات، خلل تقني بأحد الخوادم يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم، وضمن النشر قراءة في الأسباب والتداعيات وطرق حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز الأمن السبراني ضد المخاطر والتهديدات. الدراجة الكهربائية المعروفة بالتروتينات وسائل جديدة للتنقل تغزو شوارع المدن والحاجة ملحة أكثر لاحترام شروط السلامة الطرقية وتفعيل التأمين على المخاطر من لدن مستعمليها. أهلا بكم من جديد. مستهل النشر من العاصمة الغانية أكرا، حيث جرى انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها 6 سنوات في شخص السيدة نادية عنوز نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وفازت السيدة نادية عنوز مرشحة المغرب بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجلس بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا، ويعكس هذا الانتخاب الخبرة النموذجية للكفاءات المغربية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والقاري. وانطلقت أمس بأكرا أشغال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. نبقى بالعاصمة الغنية أكرا، وعلى هامش أشغال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العديد من اللقاءات مع نظرائه الأفارقة. هذه اللقاءات تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بتطوير التعاون الإفريقي. في شأنه التشريعي، واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية قبل التصويت عليها وإحالة المشروع على الجلسة العامة لاستكمال المسطرة التشريعية. في المتابعة رشيد إكن، نور الدين صابر ويسيل معازي. هو الاجتماع 17 للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مسار البت في قانون المسطرة المدنية منذ إحالته على أنظار اللجنة في نوفمبر الماضي. أعضاء اللجنة تداولوا حول العديد من مقتضيات مشروع هذا القانون، متوقفين على بعضها ومدارسة التعديلات التي جاءت بها فرق والتي وصلت إلى 1161 تعديلاً. هي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، لم يسبق لأي مشروع قانون أن وصل إلى هذا العدد من التعديلات، حيث قدم الفائق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 593 فوق الأغلبية، والفائق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي 238، ثم الفائق الحركي 114، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90، وفائق التقدم الاشتراكي 87، وأيضا فيما يتعلق بالنواب غير منتسبين 39 تعديلا. نحن في هذه الجلسة نحاول أن يعني نحيط مختلف التعديلات التي تم تقديمها بالمناقشة واستبيان أوجه وجهتها والتفاعل معها بطبيعة الحال تفاعلا إيجابيا. مناقشة التعديلات محطة أخيرة في مسار هذا المشروع قبل عرضه للتصويت، فالتدقيق يهدف تحسين النص وتجويده وتوضيح مقتضياته، إذ نص مشروع القانون الجديد على مقتضيات تتعلق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء وترشيد طرق الطعن والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وهو الموضوع الذي ظل مطلبا لمختلف المتداخلين والفاعلين في مجال القضاء.
هذا قرار المسطره المدنيه عنده اهميه كبيره، اولا لانه ما عمره تغير شحال هذه، بعد التغييرات البسيطه جدا الان تغيير جذري تقريبا اكثر من 400 ماده تغيرت فيه، اذا تغيير جذري القانون اللي عنده واحد 60 عام ولا 70 عام، وهذا القانون الان اللي غادي يصوتوا عليه اليوم غادي يمشي على المغرب واحد 50 و60 عام، اذا يؤثر جميع القوانين فيما يخص منظومه القضاء. والحرص ديالنا جميعا هو ان تكون هناك معادله، يعني المحاكمه عادله ومسؤولة ويكون وتكون سلسة، والمواطن ياخذ الحق ديالو بابسط يعني بابسط الوسائل. وفي نهاية المطاف حنا كنعرفوا ان العدل اساس الملك، ولكن العدل هو عنده علاقة بالتنمية، عنده علاقة بالسلم، عنده علاقة بالتقدم والازدهار ديال البلاد ديالنا. للتذكير فمشروع قانون المسطرة المدنية جاء بعدد كبير من المستجدات من شأنها حل العديد من المشاكل والمعيقات ومعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية. المغرب يكثف الاستعدادات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال. تنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى على أرض المغرب يسرع من وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي فيما يخص البنية التحتية المتعلقة بالملاعب ومواقع التدريب والنقل والتنقل والإقامة وكذا التنمية المستدامة. تم تقرير محمد رضا العبيدي. الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، هنا سيدون تاريخ جديد في سجل كرة القدم العالمية. هنا سيعيد العالم اكتشاف حضارة ضاربة في عمق التاريخ وطموح يعانق عنان السماء. هنا المملكة المغربية، هنا مشروع أمة وحلم قارة يتجسد على أرض الواقع. الموعد عام 2030 والاستعدادات على قدم وساق لضمان نجاح المملكة في احتضان كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. دول ثلاث تسابق الزمن لتقدم للعالم نسخة متفردة تزيدها تميزا، أبعاد حضارية وثقافية وإنسانية مشتركة. هذه العلاقات المتميزة مع إسبانيا والتي دخلت مرحلة تاريخية وغير مسبوقة على الإطلاق، أعتقد على أن هذا سيضفي على تنظيم مونديال في كل من المغرب، إسبانيا والبرتغال، سيضفي عليه واحد لمسة جديدة. اليوم كنتكلموا على الروابط الكبيرة ويمكن العلاقات دائما اللي كانت جد مميزة بين المغرب وإسبانيا وكذلك البرتغال، وهذا ربما معطى اللي غيقدر يخلي على أنه حتى تقارب الثقافات بين ثلاث هاد البلدان هذا غيعطي لهذا الملف هذه واحد الصورة يمكن واحد الرونق خاص. يتواصل العمل وتتعاقب الاجتماعات لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بهذا العرس الكروي العالمي وتسريع وتيرتها. انطلقت المشاريع التنموية عبر مدن المملكة لتكون في الموعد، تنسيق بين كافة القطاعات، منظومة موحدة تم إرساؤها للعمل الجماعي وأجرأت خارطة طريق مندمجة، كل التفاصيل تدرس بعناية والأوراش ترى النور تباعا، لا سيما ما يتعلق منها بالتهيئة وبالبنيات التحتية الخاصة بالملاعب ومواقع التدريب والنقل والتنقل والإقامة والتنمية المستدامة، وكلها تتوافق ومتطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقدم صورة عن مغرب ألف التحديات وتنظيم كبرى التظاهرات. ترشيح المشترك كاين زوج الجوانب، كاين مدن تحتضن مباريات كأس العالم ومدن غادي تكون محتضنة للفرق وللوفود، فبطبيعة الحال كاين مجموعة من المشاريع التنموية في جميع المجالات بالإضافة إلى الملاعب بطبيعة الحال غادي تحتضن، كتهم البنية التحتية ولا جميع المرافق لدى الإيواء إلى غير ذلك. اليوم كاين اجتماعات بحضور كافة المتدخلين في مقرات الولايات. كأس العالم 2030 حدث بعناوين عديدة، ربط بين قارتين، بين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي.
موعد مع التاريخ، مع الطموح، مع الإرادة، تضربه المملكة المغربية وهي تستعد لاحتضان مونديال 2030، محطة لتأكيد مكانة المملكة كشريك موثوق بها في استضافة المحافل الدولية، وتكريس لرؤية ملكية ترفع شعار إشعاع هو اليوم كما في الغد محط أنظار العالم. ولتسليط الضوء على هذه الدينامية يسعدنا أن نستضيف في بلاتو الرئيسية الدكتور بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا بك دكتور. مرحبا. بداية، المدن المغربية تتوفر على مؤهلات كبيرة، بنية تحتية مهمة تمكنها من احتضان أكبر التظاهرات العالمية من قبيل مونديال كرة القدم. اليوم نحن في السرعة القصوى لتسريع وتيرة التهيئة، تطوير البنيات التحتية. ماذا يمثل ذلك بالنسبة للاقتصاد الوطني، للاستثمار العمومي وللتنمية بصفة عامة في بلادنا دكتور بدر؟ أكيد كأس العالم اليوم هو فرصة لتسريع مخططات التنمية، مخططات التهيئة الحضارية، ولنا في ذلك نماذج في عديد من الدول كإسبانيا في 80 القرن الماضي، وحتى قطر والبرازيل وغيرها من الدول التي استفادت من تنظيم كأس العالم كمسرع لبرامج التنمية، لمخططات التأهيل الحضاري والتهيئة الحضارية. اليوم كما رأينا هناك لجنة تطوف المملكة المغربية 6 المدن المعنية مباشرة باحتضان المباريات، وكذلك المدن الأخرى المعنية باحتضان الوفود والفرق المشاركة. اليوم هناك برامج من أجل تسريع البنية التحتية الرياضية، خاصة نرى بأن الأوراش قد انطلقت فعلا، نحن لم ننتظر البت النهائي أو حتى الخروج برؤية واضحة تكون كاستراتيجية تحدد برمجة زمنية لكل هذه الأوراش المفتوحة وكل المشاريع المرتبطة باحتضان كأس العالم، بل مررنا مباشرة إلى تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع. لدينا تقريبا كل الملاعب الكبرى اليوم هي في إعادة البناء والهيكلة وفق التصاميم، كذلك لدينا برامج مسرعة من أجل إنجاز طرق سريعة، الربط بين الطرق، كذلك حتى على المستوى التواصل والنقل الحضري رأينا مجموعة من البرامج الكبرى في مدن أكادير والدار البيضاء وغيرها. إذن اليوم كأس العالم هو مسرع لإنجاز البنية التحتية، وحين نقول مسرع لإنجاز البنية التحتية يعني إخراج مشاريع جديدة، وهذه المشاريع سيكون لها انعكاس أول شيء على الطلب الداخلي، وهذا ما يعني أن هناك حركية على مستوى الاقتصاد الداخلي سوف تحدث، ثم هناك أيضا حركية على مستوى إحداث مناصب الشغل، لأننا نتحدث عن مشاريع كبرى اليوم تهم كل البنية التحتية، وهذا الشق لا يهم الاستثمار العمومي فقط بل أيضا الاستثمار الخاص، لأن اليوم تنظيم كأس العالم هو لن فقط يكتفي بتعبئة الموارد العمومية لإنجاز البنى التحتية الكبرى كالطرق والمستشفيات والملاعب وغيرها، بل هو يمتد أيضا إلى الوحدات الفندقية، إلى كل المشاريع المتعلقة بالخدمات السياحية، بالخدمات الصحية الخاصة وغيرها. إذن اليوم سنرى تسريع لكل هذه المشاريع، سنرى تسريع أيضا للتنمية، سنرى تسريع لإحداث مناصب الشغل في أفق سنة 2030، ولكن قبل ذلك هناك مجموعة من المحطات يجب أن يكون المغرب جاهز. لدينا كأس إفريقيا وكأس إفريقيا للقارات، وقد تكون هناك مناسبات رياضية أخرى ينظمها المغرب قبل الوصول إلى المحطة النهائية التي هي كأس العالم. دكتور بدر الزاهر، الاستعداد لاحتضان مونديال 2030 يشمل عدد من المدن المغربية والحواضر الكبرى عبر المملكة، وبالتالي سيسهم في خلق دينامية جديدة في البنيات التحتية، وهي كلها محركات للاقتصاد والإنتاج وخلق الثروة. بالتالي يطرح السؤال، كل هذه المشاريع بأية آثار على المواطن والمجتمع؟ أكيد اليوم المملكة المغربية شأنها في ذلك شأن بقية الدول العالم، اجتازت فترات عصيبة، الجائحة، الزلزال، الصدمة التضخمية تركت آثار سلبية على الاقتصاد المغربي وعلى القدرة الشرائية أيضا للمواطن المغربي. اليوم هناك فرصة من أجل تسريع التنمية، من أجل تسريع ترميم القدرة الشرائية، من أجل تسريع إحداث مناصب شغل، لأن مؤخرا المؤشرات كانت شيئا ما سلبية في هذا الصدد. إن اليوم لدينا فرصة من أجل تجاوز كل هذه المعضلات المرتبطة بالأزمات التي عبر منها المغرب وخرج والحمد لله سليما معافى منها. إذن اليوم نتحدث عن فرصة تاريخية للمملكة المغربية من أجل تسريع وتنزيل مختلف البرامج، لأن اليوم المشاريع هي مشاريع كبرى، وإحداث المناصب مناصب الشغل ستكون مناصب يعني غير مسبوقة في تاريخ المملكة المغربية، لأن لأول مرة نتحدث على أكثر من 6 ملاعب عملاقة في طور الإنجاز، محطات سوف يتم إنجاز ألاف الكيلومترات من الطرق، من الطرق السيارة ومن الطرق السريعة، العشرات من الوحدات الفندقية، الوحدات الصحية وغيرها الكثير. إذن اليوم نحن أمام فرصة غير مسبوقة في التاريخ التنموي
للمملكة المغربية سيكون لديها كما قلنا أثر على خلق مناصب الشغل، على الطلب الداخلي، لأن عدد كبير من الشركات المغربية أيضا ستكون هي معنية بهذا الورش، وأيضا هذا سيكون لديه انعكاس على الطلب الداخلي سواء على الخدمات، مواد البناء وغيرها من المنتجات والخدمات التي للأسف في السابق كان بعض القطاعات تأثرت بشكل سلبي. إذن اليوم لدينا فرصة من أجل معاودة ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المغربي، وكذلك تسريع نسب النمو وخلق مناصب الشغل، وكل هذا أكيد سوف ينعكس على المواطن، على القدرة الشرائية للمواطن. ثم لا ننسى أن كل هذه الأوراش قبل أن نصل إلى كأس العالم سيكون لديها انعكاس إيجابي على أداء عدد من القطاعات في مقدمة القطاع السياحي. القطاع السياحي اليوم هو حسب آخر المعطيات هو نسب النمو فيه هي نسب جيدة إن لم تكن غير مسبوقة مقارنة بسنة 2019، ولكن كل هذه الأوراش من شأنها اليوم أن تحسن من أداء هذا القطاع المعني أولا بشكل كبير بهذه الأوراش اليوم قيد الإنشاء. إذن قد نحصل على ثمار لكأس العالم قبل أن ننظم كأس العالم. دكتور بدر، أود أن أتوقف عند نقطة أخيرة معك، مونديال 2030 بتنظيم مشترك من المغرب، إسبانيا والبرتغال، اقتصاديات قوية، نعم، شعوب متكاملة. إلى أي حد ستكون لحظة المونديال بداية جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان الجارة؟ أول شيء، الشيء الجيد اليوم في التنظيم المشترك هو أنه مشترك بين على الأقل بين بلدين هما الشريكين، الشريك الأول للمملكة المغربية اقتصاديا هي إسبانيا، والشريك الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي المغرب. إذن هناك شراكة قائمة، وهذه الشراكة لعبت دورا كبيرا في إعداد التقارب بين المغرب وإسبانيا وفي تعزيز حدود هذا الملف المشترك. ثم لا ننسى اليوم أن البرتغال أيضا هي معنية بهذه الشراكات، الشراكة الاقتصادية، الشراكة التنموية، وضع استراتيجيات مشتركة لتدبير منطقة المضيق، مضيق جبل طارق بشكل مشترك، أظن أنها ستكون أهم الخلاصات وأهم النتائج الإيجابية بالنسبة للدول الثلاث. تعزيز الشراكات والارتقاء بها بشكل كبير خدمة للتنمية في كل هذه المنطقة. اليوم هناك لهم مشاريع مشتركة، ليس فقط مشروع اليوم الذي نحن معنيين به مع إسبانيا والبرتغال هو مشروع كأس العالم، بل قد تكون مشاريع أخرى مرتبطة بالطاقة، مرتبطة بالسياحة، مرتبطة بالنقل واللوجستيك. إذن المجال مفتوح، والعامل الجغرافي والتكامل الحضاري يلعب دورا كبيرا في هذا التكامل المرجو. ثم سوف يأتي كأس العالم، كأس العالم كما قلنا بما أنه هو مسرع للتنمية، مسرع لإحداث مناصب الشغل خاصة على مستوى المغرب، قد يكون هو مسرع لتعزيز التكامل الاقتصادي شمال جنوب بين إسبانيا بين البرتغال وبين المملكة المغربية، وهذا قد يأتي بفرص كبيرة على مستوى التدفقات الاستثمارية في كلا الاتجاهين، وقد يفتح الباب أمام أوروبا أمام إسبانيا والبرتغال أساسا من أجل العمل سويا مع المملكة المغربية كمنصة من أجل الولوج إلى إفريقيا، وكذلك قد تتحول إسبانيا والبرتغال أيضا هي منصة للمملكة المغربية من أجل الولوج إلى أوروبا، وهذا قد يفضي إلى تكتل حقيقي في أفق سنة 2030. الدكتور بدر الزاهر الأزرق، أذكر أنتم أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسنة الثاني بالدار البيضاء، شكرا لك على كل هذه الإضاءات القيمة. شكرا لك معنا. مرحبا، ونواصل النشرة بالمجال الصناعي، بالحظيرة الصناعية، بالجرف الأصفر، بالجديدة. تتواجد أحد المركبات الصناعية التي تعمل على تلبية الحاجيات المتنامية للسوق الوطنية والدولية من حديد الخرسانة ذات الجودة العالية، دينامية استثمارية لدعم قدرة الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الصناعية المملكة. فردوس الحرش، فاطمة تابوت، مصطفى ودا، ونوال مهدوف. مركب صناعي مندمج مختص في إنتاج تشكيلة متكاملة من منتجات الصناعات المعدنية، منها حديد الخرسانة، الأسلاك الحديدية، التيجان من القطر الكبير، وسبائك الصلب والفولاذ الخاص. المركب يروم دعم قدرة الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة عبر توفير 3000 منصب شغل. مركب جاء في إطار استثمار من أجل تحويل الواردات ومن أجل تصدير حديد ذات جودة عالمية. هذا المصنع يعالج 1,200,000 طن ديال الحديد في إطار تدوير الحديد لإنتاج 400,000 طن من المواد الحديدية للبناء و 500,000 طن ديال الأسلاك الحديدية، وكيستجب الرؤية الملكية السامية. هذا المركب الصناعي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية وخلق مناصب شغل، بالإضافة إلى الارتقاء بالمنظومة الصناعية. احنا فخورين بهذا المصنع وفخورين بالمنتوج من أجل تحقيق ما يسمى بالسيادة الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي صناع بالمغرب. الآن بهذا المصنع
ما نحتاجوا حتى شي حاجه اللي غادي نستوردوها، الكل يصنع في المغرب ويدور في المغرب ويبقى في المغرب. يتضمن هذا المشروع وحدات مساعدة تستخدم تقنيات متطورة متخصصة في فرز وإعداد نفايات الحديد ومعالجة وإعادة تدوير المياه والدخان، فضلاً عن تحويل الكهرباء من خلال محطات نظيفة وإنتاج الغاز والمواد الضرورية لتشغيل المركب الصناعي. استفق العالم اليوم على وقع عطل معلوماتي ضخم شل عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات عبر العالم، فيما أعلنت مجموعة مايكروسوفت العملاق الأمريكي للتكنولوجيا التي طالتها البلبلة أنها تتخذ إجراءات للتخفيف من وطأة الاضطرابات إلى حين تسوية المشكلة. كوتر أبو تير. تصور أن يخبرك بأن الطائرة التي تركبها ستحط بأي رقعة جغرافية بسبب خلل تقني مجهول المصدر، أو أن يتوقف العمل بالمستشفى الذي تتعالج به فجأة، أو أن ينقطع البث التلفزيوني بكل أرجاء البلاد. ماذا لو حدث كل ذلك دفعة واحدة فعلا؟ كيف سيبدو الأمر للوهلة الأولى؟ تم إخبارنا بواسطة رسالة نصية بأن هناك عطل في النظام المعلوماتي. الطائرة لا تقلع لأننا لا نستطيع التعرف على الركاب، ونفس الأمر بالنسبة للمستشفيات حيث المريض لا يستطيع معرفة العلاج الملائم. خوف من مصير مجهول وساعات انتظار تعد بالأيام لم تنتهي إلا بعد إعلان شركة كراود سترايك للأمن السبراني عن خلل تقني في نظام ويندوز المشغل لأحد خوادمها. خلل شل العمل بالعديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات حول العالم. أول مشكل اللي وقع هو مشكل عادي، غير هو المرة كان كبير بزاف لأن تقع شركة كبيرة ضخمة مايكروسوفت، والحمد لله ما كانش بسوء نية، كان غير مشكل تقني في واحد الشركة سميتها كراود سترايك، هي اللي كتأنستالا في اللوجيسيال الكبار تاع مايكروسوفت، مايكروسوفت سيرفر، وشركات اللي كيستعملوا هذا مايكروسوفت سيرفر اللي كيستعملوا كراود سترايك هما اللي تأثروا واحد التحديث اللي كان غير في المحل ديالو. كنحاول أنني نحجز التذكرة ديالي باش نسافر مع العائلة ديالي وكذا، ولكن بسبب المشكل العالمي اللي طرا البارح في شركة مايكروسوفت تعذر علي أنني نقدر نحجز التذكرة ديالي. الخلل الذي لوحظ بعد دقائق حتى مع هيئة الطيران الأمريكية إنزال كل الرحلات الجوية. برلين علقت جميع الرحلات حتى 8 بتوقيت غرينتش لذات السبب. أما إسبانيا فقد أعلنت عن تعرض كل مطاراتها لمشكلات تقنية. بريطانيا هي الأخرى لم تسلم من نتائج الخلل، فقد تسلل إلى النظام الطبي وأوقف البث المباشر لقناة سكاي نيوز البريطانية. تدابير بديلة تعمل بها المطارات المغربية حالت دون تأثير الخلل العالمي على رحلات الخطوط الملكية المغربية، بينما أعلنت الشركة الإيرلندية رايان إير عن مواجهتها لاضطرابات في الشبكة بسبب العطل. احنا في المغرب ما كنستعملوش شركه واحده فقط، كنستعملوا لي سوليسيون اوبن سورس بحال لينكس، شركات بحال اوراكل، ماشي فقط مايكروسوفت. هادشي علاش التاثير ما كاينش بزاف في المغرب. كيتحب العقليه، انا العقليه تاع نديرو باك اب ونحطو بلون بي وما نستعملوش فقط شركه واحده كبيره ضخمه مهما كانت هو اللي كيحل المشكل، ونثقوا شويه في لي ستارت اب والشركات الناشئه، هما عندهم حلول كبيره وجباره، ماشي حيت صغيره صافي ما نعطيوهاش القدره انها هي تحل النوع تاع المشاكل، هي نثقوا فيها وان شاء الله يحل المشكل. بلادنا أثبتت صمودها في مناسبات عدة أمام هجمات وأعطال سيبرانية، كيف لا والمملكة اهتماما كبيرا لتعزيز أمنها السيبراني عبر تمتين الإطار القانوني والتشريعي حماية للبنية التحتية الرقمية وتأمينا للمعلومات الشخصية والبيانات الحساسة. ولمناقشة هذا الموضوع باستفاضة يسعدنا أن نستضيف في بلاطو الرئيسي السيد أنس الشانع، خبير متخصص في الكشف والاستجابة في مجال الأمن السيبراني. أهلا بك سيدي. شكرا للاستضافة. مرحبا سي أنس. بداية، ما هي التفاصيل حول العطب العالمي الذي تعرضت له شركة كراود سترايك، وكيف أثر ذلك عالميا على أمن وسيرورة خدمات عدد من القطاعات الحيوية الحساسة عبر العالم؟ تماما. حسب البلاغ
الصياغ اللي صدروا مركز اليقظه والرصد التصدي للهجمات المعلوماتيه تابع للمديريه العامه للامن النظم المعلوماتيه، وان هذا العطب ناتج عن البرنامج ديال كراود سترايك، هو تحديت البرنامج ديال كراود سترايك اللي خلى هذا العطب يحدث عالميا. وبما ان هذا البرنامج ديال كراود سترايك مستعمل على الصعيد العالمي هو اللي خلى ان هذه الضجه تكون كبيره بزاف. هنايا اللي لاحظنا هو ان جميع المراكز الحيويه اللي تقاست اليوم، دونك منها الطيران منها من البث التلفزي الى اخره، هذاك كيبين ان هذه الشركه شركه كبيره، وان العطب كان في البرنامج اللي كانوا همايا داروه. سي أنس، المغرب كيفاش تعامل مع هذا العطب العالمي، وشنو هي التدابير اللي اتخذتها السلطات الوطنيه المعنيه بحمايه الانظمه والبيانات الوطنيه من تاثيرات هذا الحادث اللي هز العالم اسرى هذا الصباح؟ تماما. الحمد لله مركز اليقظه والرصد بعث بجميع المعلومات لجميع المؤسسات الشركات الخاصه الى اخره، اللي اولا نشوفوا واش هذه الشركات وهذه المؤسسات الحيويه كتستعمل هذا البرنامج. دونك اولا اذا كان كتستعمل هذا البرنامج، شنو هما الاختصاصات، شنو هما جميع الاشياء اللي يقدروا يقوموا بها باش يقلصوا من تاثير ديال هذا البرنامج هذا. والحمد لله كانت مركز اليقظه والرصد كانت عنده ايجابيه كبيره، بحيث ان الناس كاملين توصلوا بالمعلومه في ظرف وجيز. سيد أنس الشانع، شنو هي الدروس المستفاده اللي يمكننا نستخلصوها من هذا الحادث باش نضمنوا تعزيز الامن السيبراني وطنيا، ونقللوا من المخاطر المحتمله من عدم اتقان تحديث او استخدام برامج مماثله في المستقبل على الصعيد الوطني؟ هي بالعموم اي برنامج ملي اي مسؤول على نظام معلوماتي قبل ما ينزل برنامج في النظام المعلوماتي ديالو خصو يجربو في نظام معلوماتي غير مستعمل، باش نشوفوا شنو هما الاشياء اللي كيقوم بها هذا البرنامج الجديد، باش نكتشفوا الا كانت شي حاجه نحبسوها اولا. هذه عموما كاين ثاني الشركات اللي كتقوم بعمل جبار في التعامل مع هاد البرامج هادو، بحيث دايرين بزاف ديال الانظمه باش يجربوا هاد البرامج هادو. و بالنسبه لهذا الموضوع هذا، المديريه العامه للامن نظم المعلومات في السيت الالكتروني ديالها كاين جميع المعلومات اللي خاص اي رئيس او مسؤول على نظام معلوماتي انه يتبعها، وفي الاخير يمكن يحد من الهجمات الالكترونيه ولا بحال هذا الشيء اللي وقع اليوم. سيد انس الشانع، الخبير المتخصص في الكشف والاستجابه في مجال الامن السيبراني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. مرحبا. نواصل بملف الشرق الأوسط، حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المفاوضات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس تقترب من خط النهاية. تطورت الملف تستعرضها لنا مريم العفير. بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب في قطاع غزة المدمر، لا تزال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار متعثرة. ومع ذلك يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنها تقترب من خط النهاية. الدبلوماسي الأمريكي أكد أن هناك أمورا تتطلب حلا، وأن الأطراف على بعد أمتار فقط من الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم ويضع الجميع على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين، مشددا على ضرورة بلورة خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب بهدف تجنب السقوط في الفوضى. من جهة ثانية، وفي قرار وصفه الفلسطينيون بالتاريخي، اعتبرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اعتبرت اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 67 900 و1000 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. ورأت المحكمة تبعا لذلك أن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي
المحتلة، وهو ما رحبت به الرئاسة الفلسطينية وأيضا حماس، بينما رفضته إسرائيل رفضا باتا واعتبرته قرارا كاذبا. في الولايات المتحدة، توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتصارا مذهلا في خطاب قبول تفويض الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، مدفوعا بنجاته من محاولة اغتياله وبترنح حملة منافسه جو بايدن. وتعهد ترامب بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين في حال فوزه بالاقتراع. منذ أكثر من أسبوع تضرب موجة حر شديدة بلدان أوروبا الشرقية واليونان، وامتدت قبل أيام قليلة إلى سائر بلدان البحر الأبيض المتوسط، كما اشتعلت النيران في الغابات. حفيظ الهواري. لم يعد سكان أوروبا يتحملون وطأة الحر الشديد الذي تعيشه عدة دول بأوروبا والشرق البحر الأبيض المتوسط. في رومانيا يتكرر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الذروة الاستثنائية المرتبطة باستخدام مكيفات الهواء. وحسب وزارة الصحة الرومانية، توفي رجل يبلغ من العمر 45 عاما بسبب الحر الشديد في بلدة بوتوساني. هذا الحر كان وبالا على النظام البيئي، حيث احترقت آلاف الهكتارات في مقدونيا الشمالية وألبانيا وبلغاريا، مع ما يلي ذلك من خسائر في النبات والحيوان. ويقول خبراء المناخ إن موجات الحر صارت أكثر تكرارا وأكثر شدة بسبب تغير المناخ، ويشيرون إلى أن أوروبا هي القارة التي تسجل الارتفاع الأكبر في درجات الحرارة، وذلك بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي. في اليونان تجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة على مدى أكثر من 10 أيام متتالية، واضطرت السلطات لإغلاق موقع الأكروبوليس السياحي الشهير. وفي إيطاليا وبالضبط في صقلية، تم حظر العمل في الزراعة أو البناء منذ يوم الأربعاء من الساعة 12:30 زوالا إلى 4 عصرا، وتم وضع 14 مدينة إيطالية في حالة إنذار أحمر. وفي إسبانيا ينتظر أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة خلال الأيام المقبلة جنوب البلاد. وبالصين، أدت الأحوال الجوية القصوى التي تشهدها البلاد خلال الصيف إلى مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص، فيما اعتبر 8 في عدد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة على باوجي، خصوصا على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب غرب بكين. ومنذ الثلاثاء تشهد أجزاء واسعة من شمال الصين وشرقها أمطارا طوفانية تسببت بفيضانات وأضرار مادية جسيمة. في جديد أخبار الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد السبت حارا إلى محليا حار بكل من داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي ومناطق الريف والمنطقة الشرقية والسهول المجاورة للأطلس. واليوم كانت درجات الحرارة مرتفعة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. موجة حر تشهدها العديد من مناطق المملكة. بفاس المحرار يلامس 40 درجة. ارتفاع درجات الحرارة يجعل من إيقاع الحياة بطيئا بالمدينة. سائقو سيارات الأجرة يعانون من تأثير موجة الحر جراء اضطرارهم لتحمل العمل في قيد فصل الصيف. الصورة بمعية فردوس الحرشن والغماري وأسماء التاسي. درجات حرارة قياسية تسجلها معظم المناطق بالمملكة. فاس بخصوصيتها الجغرافية تعتبر واحدة من المدن الأكثر سخونة ببلادنا، أمر بتداعيات صعبة على عدد من المهن. سيارة الأجرة خدمة يحتاجها المواطن في كل زمان ومكان، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة يعيش سائقو هذه المركبات ضغط الحر الذي يصعب من أدائهم لما تمليه خصوصيات هذه المهنة. حرارة مفرطة، السائقين مهنيين اخواش غادي نقول لك كنصبروا، هذا هو اللي كاين، كنصبروا بزاف الله يجعلها مغفره الذنوب، وكنشربوا الماء وكنشوفوا شي بلاصه فين نتبردوا ونشوفوا فين نجلسوا، المهم كنقلبوا على الظل. دابا حنا مولفين بالحراره، فهمتي؟ تنوصلوا للجبناء ديالنا في الشتاء في الحراره في اي وقيته بغاو. هادشي اللي كاين، خصك تشرب الماء مزيان باش ما الكليوات ما ينشفوش، تبقى الامور ماشيه مزيان. لابد من العرق والسرق. أنت الحرارة اللي كاينة اليوم والبارح كسر قاو حتى اليوم راه طالع الحر. من ضروري كتشرب الماء. لا الماء راه دابا عندنا دابا 3 قرع ديال الماء. والماء بارد الماء سبوك عطوا الكليلات. باش يطلع كيلقى الماء بارد وهاد التمر عندي هنا والسكر. مع الحرارة يعني كنديروا فويطة باش كنمسحوا ساعة ساعة العرق ديالنا، ولا بدا القريعة ديال الماء عاوتاني ساعة ساعة لا بدا خصك تشرب.
ايوا فاش كن فاش كنوقفوا في شي بلاصه دائما كنبحثوا على شي بلاصه فيها الظل باش بنادم يرتاح شي شويه ويتبرد، لان ضروري الماء، الماء تشرب بزاف. العمل في ظروف مناخية صيفية لابد وأن ترافقه تدابير وقائية من ضربات الشمس وكل الأضرار الممكن أن تنجم عن التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة. وأبرز ما ينصح به الحفاظ على رطوبة الجسد وشرب كميات وفيرة من المياه. مع ضرورة العمل وشروط العمل عدة موظف عدة مهن وعدة تخصصات، دونك تنصحوا هاد الناس لان ضروري غيخدموا في هاد الاوقات هادو ديال النهار يحميوا راسهم بالطرابش، وليكزامبل الزوين ديال الطرابش هما الترازه ولا داك لي شابو لارج اللي تيكونوا تيحافظوا لنا على البورتور دو وجه كامل حتى فوق الكتفين، وسورتو لي شابو لارج. سياقة سيارة الأجرة كما عدد من المهن تلزم صاحبها التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف بشكل مستمر ويومي، أمر يستدعي القيام بعدد من الخطوات الاحترازية تجنبا لمضاعفات قد تكون وخيمة. بالدار البيضاء المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تحتفي بالفوج 50 من خريجي وخريجات هذه المؤسسة ذات الرياضة في عالم سلك الهندسة. حفل توزيع جوائز التميز شكل مناسبة لإبراز مكانة المدرسة في تكوين أطر عليا ذات كفاءة عالية. سعد الإدريسي، محمد شكير ونوال مهدوب. حفل التخرج وتوزيع جوائز التميز لخريجي وخريجات الدفعة 50 من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية شكل إطارا للتذكير بريادة هذه المؤسسة في تكوين مهندسين من الجيل الجديد، 261 خريجا وخريجة في تخصصات عدة يحتفلون بعد مسار تكويني أكاديمي نظري وتطبيقي يؤهلهم لولوج عالم الشغل بكل ثقة وكفاءة. فرحانين اليوم بتواجدنا في لا سيريموني دو ديبلوماسيون ديال بروموسيون 50 في المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه، وحنا فرحانين بهذه المناسبه هذه وبهذا التخرج ومستعدين اننا نخرجوا لميدان الشغل ونبينوا على لي كومبيتونس ديالنا. درنا تكوين مهم في المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه سواء في الجانب التطبيقي ولا الجانب النظري، والحمد لله حنا اليوم فرحانين بزاف وهذا الشيء غيعاوننا نخرجوا لسوق الشغل ونعاونوا المجتمع ديالنا ان شاء الله. 50 سنة من التكوين العلمي والأكاديمي إذ ساهمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في تخرج أزيد من 7500 مهندس ومهندسة في تخصصات سلك الهندسة تتماشى وحاجية البلاد. اليوم كذلك دخلنا في مرحلة جديدة بالنسبة للمدرسة، لأن اليوم عندنا اختصاصات جديدة في الهيدروجين الأخضر، في علوم كذلك المعطيات في هذا الإطار، في الذكاء الاصطناعي، في كذلك ما هو مرتبط بتحليات المياه، وكل ذلك لمواكبة الأشغال الكبرى اللي عطى انطلاق تجارة الملك محمد السادس أيده الله. حاولنا نخرجوا أكثر من 7500 مهندس دولة في عدة اختصاصات، في الهندسة المدنية، هندسة المياه والبيئة، هندسة المدينة والبيئة، في الأرصاد الجوية، في اللوجستيك والنقل، وفي الإعلاميات، وفي الإعلام، في هندسة المعلومات الجغرافية. هو احتفال يعكس ثمرة اجتهاد وعمل دؤوب من أجل الوصول للنجاح والانفتاح على أفاق جديدة هدفها الاندماج في سوق الشغل وبالتالي الانخراط في تحقيق أوراش التنمية الوطنية. تفاعلا مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومي يتعلق الأمر بالدراجات بدون مقعد المصطلح عليها بالتروتينات، تتجه الأمانة العامة للحكومة إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون 52/05 المتعلق بمدونات السير على الطرقات بشأن المركبات. التفاصيل في الروبورتاج كوتر أبو تير، عدنان الهراس وحنان شمرح. دأب أمين على التنقل من مقر سكناه إلى حيث يعمل بواسطة دراجة بمحرك وبدون مقعد، خطوة اتخذها قبل سنة لاختزال الوقت الضائع بسبب الازدحام وخفض مصاريف البنزين. هي اقتصادية أول حاجة، وكتنفع بزاف، كتنفع على حسب أنا خدمتي فيها لي ديبلاسمون، نقدر نديبلاصيها معايا نديها معايا في المشيت، وكتحيد عليك بزاف ديال لي شارج بحال دابا الموطور ولا هادي،
كاينين دي شارج لا في الموتور لا الطوموبيل لا اي مونطرونس اي مويان ترونسبور. حسب ما يصرح به أمين، ميزات عديدة توفرها مركبة التنقل الشخصي بمحرك، وهو ما يؤكده حسن الذي صف سيارته بالمرآب وفضل التنقل بواسطة الدراجة الكهربائية بمقعد. أنا عندي طوموبيل وكان كنتحرك بها وصل المدينة تقريبا كتجيني سهلة وكنقضي بها الأغراض ديالي، ما كتكون طريق عامرة وهذا كنسبيك لا كنشارجيها كتجاب الضو كنستعملها ما بين دابا السلا المدينة كنقضي الأغراض ديالي بسهولة ما كنلقاش مشكل فيها. الإقبال على اقتناء وصياغة الدراجات الكهربائية بنوعيها حتى مع السلطات الوصية على القطاع إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمدونة السير على الطرقات بشأن المركبات. كالأساس القانوني غائب إلى حدود ساعة، هذا ما دفعنا إلى زعما صياغة هذا مشروع القانون مشروع المرسوم عفوا، وذلك من خلال إدراج أولا التعريف بهذا المفهوم الجديد، وقد أعطي له تسمية قانونية تحت اسم مركبة التنقل الشخصي بمحرك. تعريفان جديدان تمت إضافتهما للمرسوم، يتعلق الأول بمركبة التنقل الشخصي بمحرك التي جرى تحديدها في كل دراجة بمحرك وبدون مقعد مصممة لنقل شخص واحد. تتوفر هذه المركبة على أداة توجيه ومزودة بمحرك غير حراري، وتتراوح سرعتها ما بين 26 كيلومترا في الساعة. أما الصنف الثاني فيتعلق بدراجة بدوس مساعد، وهي كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي تقل قوته أو تساوي 250 واط. تمين هذا الطرح ديال هذا المشروع هذا والتقنين ديال هذه العمليه بالنظر لانه يعني الاستعمال ديال التروتينات واحد الواقع اللي المفروض اننا نتعاملوا معه، يعني ما بقاش ممكن انه لا ممنوع لا كذا، فالاصل هو انه فعلا نقنوها، وبالنظر كذلك لانه يعني باش هاد المستعملين ديال المركبات هادو يعني يستعملوا الفضاء الطرقي بشكل امن، لانه لا يعقل انه يدخل مستعمل الفضاء الطرقي ما كيعرفش مثلا اولويه اليمين، ما كيعرفش مثلا الاشاره الطرقيه. بعد أن كانت المادة في الصيغة السابقة لا تشمل هذه الأنواع من الدراجات، أصبحت تنص على أن كل دراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك يجب أن تكون مجهزة بضوء خلفي، بالإضافة إلى تثبيت الأضواء المشيرة للاتجاه على دعامة قابلة للفصل. نتوقف اللحظة مع لون غنائي مغربي عريق، العيطة الحصباوية كانت نجمة افتتاح المهرجان الوطني لفن العيطة بأسف في دورته 22، على مدى 4 أيام سيحلق الجمهور عاليا على أنغام موروث ثقافي شعبي وفن مغربي أصيل. زينة إتلامين، عبد الغني الطهراوي والمهدي كركشو. يصدح صوت جمال سرهوني وعابدي وخديجة مرقوم وأولاد بن عقيدة فإنك في حضرة العيطة الحصباوية. آسفي في فيض وجداني على إيقاعات العيطة. مدينة آسفي معروفة بالعيطة ديال الحصبة، ولكن كذلك انها غتكون كذلك عيطه ديال المرساوي، العيطه الزعري، العيطه الخريبغيه، السطاطيه، كذلك الحوزي، كاين كذلك ما يسمى بالعيوط الجبليه. هذا الفن العيطه هو تراث اللي عنده واحد الوقع كبير خصوصا على المنطقه ديال عبده. تروض الاوتار والدفوف والكمانجات على أيدي شيوخ العيطة لتحكي عن قصص وشمت ذاكرة هذا التراث المغربي الأصيل. العيطة أو حكي غنائي شجي عن معيش مغربي حافل بالوقائع والأحداث، أجناسه غزل وهجاء وهجر ووصل وصل. أنا
من الدوره 2016 وانا كنخدم فيه، وشكرا لوزاره الثقافه لدعمهم لينا حنا كشباب حاملين المشعل العيطه الحسباويه. كنا كنعرفوا الموروث الثقافي اللامادي في حافه الانقراض، وان شاء الله نتمنى نكونوا خير خلف. وفي انفاس الفن اعتراف وتكريم لوجوه ابلت بسخاء في فن العيطه. كنشكر المهرجان الاسفي والعيطه ديال الاسفي والثقافه والناس اللي وقفوا معنا. نشكر دار الثقافه، نشكروا كاع الحباب اللي تفقدونا الله يخليهم والله يطول عمرهم حتى هما. يا سجل وذاكرة وفن وتراث، العيد تختال على أرض عبدة على امتداد السهول، حيث الخصب ورائحة الأرض وصولة الخيول والفرسان. إلى سيدي إفني الآن ومهرجان الفن والثقافة والرياضة، فعاليات احتفالية استعراضية تجسد تنوع الموروث الثقافي للمنطقة وما تزخر به من مؤهلات تاريخية تراثية اقتصادية وسياحية. جانب من هذه التظاهرة في نسختها الثالثة في الروبورتاج الحافظ محضار وجمال الخصاصي. لوحات تنهل من الخصوصية الثقافية والفنية ضمن عروض كاد الكرنفال التي يحتفي بمكونات من الموروث الأصيل للمنطقة. عروض تبرز تفرد الرافد الثقافي بمجال إتب عمران، حيث يعمل المهرجان على صون وحماية هذه التعبيرات الأصيلة. مشاركة باش نبينوا الثقافة ديالنا ونحافظوا على الموروث العمراني والأخصصي. مشاركتنا في هذا الكرنفال لمدينة سيدي إفني بالعرس العمراني، التقاليد والعادات اللي كنديروها العريس العروس جميع المهم الثقافة العمرانية. الدور ديال هذا النموذج هو المحافظة على التراث، يبقى من جيل لجيل، يبقى الأجيال الصاعدة إن شاء الله. لوحات هذا الكرنفال التي جابت أهم مسالك وشوارع مدينة سيدي إفني قربت الجمهور من جوانب من التراث الروحي والديني والتضحيات التي قدمتها رجالات المقاومة وجيش التحرير من أجل الحرية واستقلال حاضرة إتب عمران من القبضة الاستعمارية. نشارك في هذا المهرجان السنوي لإقليم سيدي إفني، وهو مهرجان نرى فيه هذا التنوع الثقافي ويعني والمهني، ونحضر فيها أيضا بمشاركتنا نحن أيضا كحفظة القرآن الكريم والمحفظين في المدارس العتيقة وفي الكتاتيب القرآنية. مجموعة ديال اللوحات اللي كتعطي الموروث سواء المادي ولا مادي لإقليم سيدي إفني من خلال يعني مجموعة من اللوحات، سواء تعلق باللوحة ديال المحضرة، العرس التقليدي، المقاومة، ما هو رياضي، ما هو ثقافي، ما هو إنتاج، كل ذلك من أجل إبراز ما يتوفر عليه الإقليم من مؤهلات اقتصادية واجتماعية. لوحات استعراضية إذن بمشاركة عديد الفعاليات والهيئات والمؤسسات المحلية، والهدف الاحتفاء بمكونات من الرصيد التاريخي والثقافي والاجتماعي للمنطقة وتسليط الضوء على بعض مظاهر نماء وتطور حاضرة إتب عمران. في الميدان الرياضي سلوفيني تادي بوغاتشار يقترب من استعادة لقب طواف فرنسا للدراجة النارية بفوزه اليوم بالمرحلة 19 من الطواف، ذلك قبل يومين من انتهاء المنافسات. عبد الحق الشرات. على بعد مرحلتين من النهائي المرتقب يوم الأحد القادم، أكد الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار قوته الكبيرة طيلة مراحل هذا الطواف العالمي، حيث انقض على القميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام عقب فوزه بالمرحلة 19 هذا اليوم، وهي الأصعب على الإطلاق والتي امتدت لمسافة 145 كيلومتر وسط تضاريس جبلية صعبة. وانقطع المطاف بتوقيت 4 ساعات 4 دقائق و3 ثواني، فقبل 10 كيلومترات من دخول خط النهاية كان الدراج الأمريكي ماتيو جورجينسون في المقدمة بمفرده، مبتعدا عن كوكبة المطاردة المشكلة من 6 دراجين من ضمنهم بوغاتشار بفرق 3 دقائق. وأمام دهشة المتتبعين تمكن من رفع الإيقاع بسرعة مثيرة ليفوز بهذه المرحلة، وهو بالمناسبة يسعى للدخول للتاريخ ونيل اللقب الثالث للطواف بعد لقب 2020-2021. السلوفيني بوغاتشار على مستوى الترتيب العام يبتعد بفرق 5 دقائق و3 ثوان عن مطارده المباشر الدنماركي جوناس فينكار، وبفرق 7 دقائق عن الدراج البلجيكي ريمكو إفينيبول.
غدا السبت الإثارة والتشويق متواصلان في طواف فرنسا الذي يدور في مسافة 3492 كيلومتر في 21 مرحلة بإجراء المرحلة 20 والقصيرة نسبيا على مسافة 133 كيلومتر. تبقى الإشارة فللمرة الأولى في تاريخ الطواف لن تكون النهاية بباريس، وذلك بفعل احتضانها للألعاب الأولمبية ابتداء من 26 يوليوز الجاري حتى 11 من غشت المقبل. صور نهاية النشرة تنقلنا إلى الصين، حيث طورت إحدى جامعات البوليتكنيك روبوتا محاكيا حيويا يلعب دورا حاسما في حماية النظام البيئي للشعاب المرجانية التي تعد عناصر لا غنى عنها في النظام البيئي البحري. والروبوت على شكل سمكة يمكنها السباحة للأمام والخلف والغوص والدوران أيضا، ويعمل على مراقبة الشعاب المرجانية والرصد الهيدرولوجي ومراقبة الحالة الصحية للأسماك. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية هذا المساء. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تواصل مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والتصويت عليها قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة لاستكمال المسطرة التشريعية. استعدادا لاحتضان مونديال 2030، المدن المغربية تتعبأ لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال العالمي. أي تأثير لهذه الدينامية على الاقتصاد الوطني والاستثمار العمومي والتنمية المستدامة؟ الجواب تبعناه خلال هذه النشرة. في عالم المعلومات، خلل تقني بأحد الخوادم يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم. وضمن النشرة كانت لنا قراءة في الأسباب والتداعيات وطرق حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز الأمن السيبراني ضد المخاطر والتهديدات. الدراجات الكهربائية المعروفة بالتروتينات وسائل جديدة للتنقل تغزو شوارع المدن والحاجة ملحة أكثر لاحترام شروط السلامة الطرقية وتفعيل التأمين على المخاطر من لدن مستعمليها. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا في أمان الله.